ان ابره شو، كنت بتكلم او كنت حتى بلاحظ بقول لك طب احنا في عندنا دعم العمليه التعليميه هيتم ازاي؟ هل انا في عندي تصور متعلق بمصروفات الجامعات اللي هي اقل كثيرا مما تستطيع الدوله تحمله؟ وما بقولش ان هي ترتفع كثيرا اكثر مما يستطيع المواطن العادي جدا 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 تحمله او الوفاء به. ومن ناحيه ثانيه مساله الوزاره، هتبقى وزارة للتعليم الفني مدرسي وجامعي، علشان وانا حتى كنت اقول لك ده في الفاصل، علشان ما بقاش مجرد ان انا بفصل وزارات، وزارة السياحة، وزارة الاثار، وزارة السياحة والاثار، الشباب والرياضة، طب الشباب بس والرياضة بس وما الى ذلك. بتشوفوها ازاي او انتوا لقيتوا من واقع اجتماعاتكم ومناقشاتكم وصلتوا لحد فين؟ يعني في الحقيقة هو توجه العالم كله الفترة دي والفترات القريبة الماضية للتعليم الفني، واحنا لسنا بمنأى عن العالم. ففكرة ان احنا نفصل التعليم الفني عن التربية والتعليم ده دلوقتي اصبح احتياج وضرورة ملحة، لان لو بصينا كده لملف التعليم الفني هنلاقي ان هو ملف ثقيل للغاية. عندنا فوق 6000 مدرسة، 5 أنماط للتعليم الفني. لما ندور بقى ونشوف المنتج اللي هو الأساسي من أنماط التعليم دي بيروح فين بعد كده، فيش ربط أبدا ما بين الخريج وبين سوق العمل. فبالتالي احنا محتاجين استراتيجية واضحة وسياسة واضحة للتعليم الفني في مصر، وده مش هيتعمل أبدا إلا بفصل وزارة التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم. محتاجين مناهج بتواكب التغيرات العالمية، وده مش هيتعمل إلا لو في عندي وزارة هي المسؤولة، هي اللي ممكن أحاسبها عن المناهج دي. ملف التعليم عندنا ملف يعني ثقيل جدا وفي العديد من الأنماط، فيعني فصل الوزارة ده شيء مهم ومطلب حقيقي واحتياج رئيسي الفترة دي. عندنا أيضا محتاجين أن الوزارة دي هتعمل أو هيكون من مهمها الربط ما بين سوق العمل. هي مش هتبقى وزارة تعليم فني بشكلها العادي او بالشكل اللي احنا متعودين عليه، لا، بمفهوم جديد، مش مجرد وزاره بتستف اوراق، كل وزير بيجي لي برؤيه بعيده عن لا، ده هيكون في اطار بقى المقترح الاولاني اللي احنا عاملينه اللي هو اصدار قانون الهيئه الوطنيه او المجلس الوطني الاعلى للتعليم، فده هيحط السياسه بشكل كبير، وزاره التعليم الفني هي هتقوم بتنفيذها، وفي الاخر هيكون في جهه تقييم وهي برضو المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتقييم. عايزين برضو محتاجين ملف التعليم الفني لو اتكلمنا عنه، محتاجين تغيير ثقافه المجتمع حول قضيه التعليم الفني. فده برضو مش هيتعمل الا لو في عندي الدوله تبدي اهتمام ان انا التعليم الفني ده ملف مهم جدا، فهو ليه وزاره مستقله، هنبدا نربط الوزاره دي شغلها مع وزاره التجاره والصناعه، مع وزاره السياحه، مع كل الجهات الشريكه والمعنيه. لان احنا لو حللنا كده الواقع التعليمي هنلاقي ان احنا عندنا جهات كتيره جدا بتشتغل في التعليم، عندنا وزاره التربيه والتعليم، عندنا وزارة التعليم العالي، عندنا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، عندنا القانون الجديد اللي طلع والهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني، عندنا نقابة جديدة هتطلع قانونها هيصدر خلاص، نقابة التكنولوجيين. فعندنا جهات كتيرة جدا يعني شغالة في ملف التعليم، ولكن كلهم في جزر منعزلة، وعشان كده عايزين نجمع الرؤى دي بالظبط، وده إن شاء الله اللي هيعمله المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.